السلام عليكم، انا سميتي احسان، انا البنت رقم 7 من بعد 6 ديال البنات. ماما كل مره كانت كتقول يمكن هذه هي المره اللي غادي يجي فيها الوليد اللي غتفرح به ويفرحوا به خواتاته وتفرح بابا. وخا صراحه الوالد ماشي من الرجال اللي كيبقاو يقولوا للمراه ولدي لينا الولد، حيت قاري وواعي وعارف بلا كلشي من عند الله. كتعاود لي اختي الكبيره فاش تزاديت، ماما من شوقها باش تولد ولد شرات الحوايج ديال البيبي كلهم في الزرق، وحتى السميه اختارت سميه احسان حيتاش كتجي مع البنت ومع الولد. وبقات ماما ملي تزاديت كتعاملني ديما كي الولد اكثر من انني بنت، حتى تصاوري من صغري وشعري ديما ديكو بقصار ديال الاولاد. خواتاتي كانوا كيبغيو يديروا لي المشيطات الزوينين ويشدوا لي شعري بالباندات ديال البنيوتات ويلبسوني كسيوات، ولكن ماما بحال كانت كتقلق لان الهوس ديالها بالولد خلاها تبغي تشوفني بزز ولد واخا انا بنت. وحيت على ما عاودوا ليا بابا كان قال ليها انت غادي تبقاي تقلبي على هاد الدري، صافي الحمد لله على هاد البنيوتات اللي عندنا، وما تعاوديش تفكري تعاودي تحملي. وفي الحقيقه حتى انا من صغري تزرعوا فيا واحد الاحاسيس مخلطه غريبه، والاكثريه فاش بلغت تلفت كتر كنفكر فاش كنت كنقرا في الاعدادي كنت كنبقى ساهيه في واحد البنت كانت كتقرا معايا، اصلا حنا كنا صحابات، هي على نيتها كتقول لي احسن صديقه عندي هي انتي، وانا راسي كان كيمشي بعيد حيت كنت كنشوفها في شكل وكنت كنغير عليها بحال فاش كيغير شي راجل على مرتو. واحد المره كنا راجعين من المدرسه في العشيه وكان الشتا وكان الحال مظلام، وديك لابيز اللي مالفين كنديروها لبعضياتنا في الحلك باش نقولوا بسلامه انا بلا ما نشعر بستها فمها بواحد الطريقه حتى دفعتني قالت لي مالكي حماقيتي. من بعد داك النهار ما بقيتش قادره نهضر معاها ولا نهز راسي في وسط هذيك الاعداديه، حيت عرفت باللي عاودات لكل شيء وفضحاتني، وفي ما كندوز كيبقاو يشوفوا فيا بحال شي كائن غريب. صافي من تما ما بقيتش كنحمل القرايه، عيو فيا ماما وبابا والو، قالوا لي نسجلوك في شي مدرسه اخرى واخا راهم ما عارفينش المشكل، كيسولوني واش خاصمتي مع شي استاذ ولا مع شي صاحبتك، والو قلت ليهم ما بقيتش كنحمل القرايه. انا ما بغيتش حيت انا عارفه بلا المشكل فيا، وخفت من داك المرض ديالي فضحني في اي بلاصه مشيت ليها. وليت منعزله وراحتي كنلقاها الاكثريه في الليل، كنبقى سهرانه كنتفرج في البيسي في الافلام فيهم الاكثريه البنات، سيرتو الا كان شي فيلم فيه البحر ولا لابيسين والبنات غير بالمايو. انا براسي كنت ما فاهمه شنو داكشي اللي واقع ليا، شنو واش انا شكون، انا بنت ولد؟ كنت مره كنسرح في الخيال المريض ديالي ومره كنعاتب راسي، كنت تالفه وبزاف. واحد النهار جا بابا وقال لينا الشركه اللي خدام فيها بغاو يخدم في واحد الفرع ديالهم في دبي في الامارات، وباللي يقدر يدي معاه الاسره ديالو. فعلا مشيت معاه انا وماما واختي وحده اللي كبر مني حيت خواتاتي الاخرين كانوا مزوجين. سافرنا لهذيك البلاد اللي جديده عليا، وسافرت معايا الاحاسيس الغريبه اللي كانوا مدفونين في الداخل ديالي واللي ما عمرني قدرت نصارح حتى واحد بها، واخا كنت كنظن بلا خواتاتي وعائلتي كانوا يقدروا يساعدوني ويفهموني. في دبي ولا بابا كيتخلص مزيان وعاطينو السكنه والطوموبيل ديالو، جمع شويه ديال الفلوس وقال ماما ديري شي مشروع ديالك، واقترح عليها دير شي صالون حيت هي كان عندها دبلوم في الحلاقه والتجميل. فعلا فتحت ماما الصالون ديالها في واحد البلاصه زوينه وجابت شي بنات يخدموا في السيشوار وفي سوان دي فيزاج، وانا قالت لي بقيت تسجلي لي غير المواعيد ديال الناس حيت في ديك البلاد ضروري تاخد رونديفو قبل ما تجي شي صالون ولا اي بلاصه. وليت فرحانه يمكن حيت خدمت وحسيت براسي كبرت، والحقيقه كانت لا، هي انني خدامه في واحد البلاصه عامري بالبنات. واش غادي نقول لكم، اين زين اين روايحه العود، وحتى شعرهم كيبخروه بالعود كيدوزوا من حدايا كنطير معاهم. كنقول مع راسي ياك حتى انا بنت بحالي بحالهم، شنو هادشي اللي كيوقع ليا، ما فاهمه والو لحد الان. واحد البنت كانت كتجي شي جوج حتى ثلاثه المرات في الاسبوع وكتبقى تشوف فيا شي شوفات في شكل، ولكن الطريقه باش كتشوف فيا اثيرتني وعجبتني. من اللهجه ديالها عرفتها لبنانيه، قالت لي شو هالحلو، وانا عجبني الحال. واحد النهار جات واحد السيده الصالون هي وبنتها مغربيه، حتى سمعت ماما كتقول ليها والله حتى العالم صغير شوف فين كتب لينا نتلاقاو. عرفت هذيك الساعه انها كانت صاحبتها مني كانوا صغار، وهاد السيده اقترحت على ماما دير بحال الشكل ديال الحمام المغربي في الصالون. قالت ليها عرفتيها غادي تمشى لك مزيان حيت عندهم الحمام المغربي شي حاجه هاي كلاس، والاكثريه تيكون غير في لي زوتيل وفي لي صالون الواعرين. ماما عجباتها الفكره وما نكذبش عليكم انا عجبتني كتر. صافي من بعد قالت لينا ماما غتشوف شي فيليبينيه تخدموا في الحمام المغربي. قلت ليها الا كان غير الحكانه ماما انا نخدم فيه، حنا المغاربه اللي نعرفوا الحمام المغربي. ما بغاتش ماما في الاول، قالت لي اويلي بنت مولات الصالون غتخدم كساله. قلت ليها ومالها شنو فيها ياك خدمه خدمه،
وبقيت مقاتله معاهم حتى خدمت فيه. الحمام عندهم ماشي بحالنا، كتقدر تدخل غير وحده في الوقت بالموعد حتى هو. هذيك اللبنانيه فاش جات وعرفت اننا درنا الحمام مغربي فرحات وخدات رونديفو. جات ودخلت بصفتي انا الكساله، بديت كنحك ليها وعجبها الحال بزاف، وما عقلناش على راسنا بجوجنا حتى وصلنا لشي حوايج اخرين. ما عمرني حسيت بشي متعه في حياتي بحال هذيك المره، واكتشفت داك النهار بلي ماشي انا البنت الوحيده اللي غريبه، ها هي حتى هذه بنت وبحالي. وعرفت من بعد ان هاد الحاله كتقدر تجي لبزاف ديال الناس. واحد النهار وهي تشوفنا واحد الفيليبينيه كانت خدامه عند ماما في الصالون كدير المانيكور والبيديكور، ومشات قالتها لماما. ماما في الاول ما صدقاتش، ولكن دخلها الشك وقالت غادي تحضيني. وفعلا تصدمت واحد النهار فاش حصلتنا متلبسين، جرات على هذيك اللبنانيه وقالت لبابا ضروري نشوفوا شي حل لهذا العجب. قال ليها بابا ماشي الذنب ديال البنت، الذنب ذنبك انت اللي كبرتيها ما هي ولد ما هي بنت، وخلطتي الهرمونات الانوثه والذكوره وعجنتيها كيف بغيتي. من بعد داوني عند واحد الطبيب نفساني في واحد الكلينيك معروفه تما، وكان طبيب مصري ومتفهم مزيان، وبقى كيقول لي راه هاد الحاله اللي عندك كيعيشوها بزاف ديال الناس، ان شاء الله غادي تجاوزي هاد المرض وترجعي عاديه، غير تبعي الدواء مزيان والجلسات. هادوك الجلسات كنا كنديروهم مع ناس اخرين بحالي. بشويه بشويه بديت فعلا كنرجع لذاك الاحساس الانثوي، وشي مرات كيزورني داك الود اللي وسط مني. من بعد وليت كنقاوم، كنعاون راسي بالاذكار والصلاه، حتى تمكنت انني نسيطر على الاحاسيس والشدود اللي فيا، وبديت كنبغي الانثى اللي بقيت مخبيه في الداخل ديالي هادي سنين. وماما اللي كانت كتقطع ليا شعري قصير بحال الولد بدات كدير ليا وصفات ديال تطويل الشعر وتصاوبو ليا ودير ليا فيه المشاطي، ورجعت نلبس كسيوات وتكاشط. ياه وليت حتى انا مرا، وولاو كيخطبوني رجال، حيتاش خطبني واحد السيد اماراتي خدام في الشركه اللي فيها بابا. جا غير واحد النهار يدي واحد الدوسي وعجبته، والحمد لله تزوجنا. ولكن قبل ما نتزوجوا في فتره الخطوبه صرحته بكل شيء، صرحته بالمرض اللي كنت كنعاني منه، حيت هاد الامراض النفسيه كتقدر ترجع تبان شي مره اخرى لا قدر الله. هو عجبو الحال وكبرت في عيني، وقال لي عندنا في الامارات بزاف الناس عندهم نفس الحاله اللي كنتي كتعاني منها، والحمد لله اليوم انا عندي وليدات معاه، وكنعيش كاي انثى بالجمال والاناقه والانوثه ديالها. وملي كنشوف راسي في المرايه دابا كنقول شحال انا غزاله وفنه، ما جاش معايا داك الزفري اللي كان فيا. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس، حيت بهاد ابوني غادي تعتق راسك وغادي تعتق الناس اللي عزازين عليك، غادي تبدا ترد بالك اكثر من شي حوايج ما كانوش في راسك.